اسعد الله مساكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج سلام الكويت عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه. البعثه النبويه وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبي الرحمه الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق للبشريه جميعا ليخرجهم من الظلام الى النور. نتكلم في هذه الفقره الفقره الاولى من حلقه الليله عن البعثة النبوية وهذا الامر العظيم اللي نقل البشرية من شيء ومن ظلام الى نور عظيم بعدما بعث الله سبحانه وتعالى هذا النبي الامي للعالم اجمع بعثه في جزيرة العرب ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان نبيا للعالم اجمع والى يوم تبعث الساعة وتقوم الساعة حبينا نتكلم في هذه الفقرة بداية مع الشيخ عباس الجابر إمام وخطيب مسجد الإمام الباقر مساك الله بالخير شيخنا حياكم الله أهلا وسهلا قبل نبدأ الحوار معك شيخنا عندنا تقرير نشوفه ونرجع إن شاء الله إلى حوارنا خلينا نشوف التقرير مشاهدينا ونرجع معكم لا تكاد تحل ذكرى المبعث النبوي الشريف في السابع والعشرين من رجب من كل عام هجري حتى يتورد الى الذهن التحول المصيري الذي حدث للانسانيه جمعاء على يديه أعظم شخصية إنسانية في الوجود الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوحى الله تعالى إليه وأبلغه عن طريق الملك جبريل عليه السلام بأنه نبي هذه البشرية وخاتم الأنبياء ليبدا الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الدعوه الاسلاميه الاصيله السمحاء كاعظم مسيره تنويريه الهيه تنير القلوب والعقول بالرحمه والمعرفه وتنقذ الانسان من براثن الجهل والضلال وتقدم له كل السبل التي تمكنه من معرفه قدر نفسه وتبلغه انه المخلوق الاسمى في الكون وان عليه ان يسعى جاهدا لمعرفه ربه وخالقه وعالمه والسمو بحياته روحيا واخلاقيا وانسانيا. ولقد استطاع الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم بعد حادثه مبعثه الشريف عام 610 ميلادي قبل الهجره النبويه الشريفه بثلاث عشره سنه ان يطلق شعله الدعوه الاسلاميه السمحاء وان يقدم النموذج الامثل والقدوه الحسنى قولا وفعلا للانسان الساعي نحو الرقي الروحي والاخلاقي والحضاري ما جعل الاسلام الاصيل حياه ساميه روحيا ومعرفيا وتربويا وتنمويا يقوم على الرحمه والمعرفه والحكمه والعدل يسعى وما يزال يسعى لهدايه الناس الى الخيرات والفوز بالدارين الدنيا والاخره. نريد ان نتكلم بدايه شيخ عباس عن الظروف العامه ثقافيا واجتماعيا ابان البعثه النبويه الشريفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطيبين الطاهرين. بداية نبارك لكافة المؤمنين والمؤمنات بل للبشرية جمعاء هذه الذكرى وهذه المناسبة العظيمة مناسبة الهداية وخروج البشرية من الضلال إلى النور. السؤال الذي تفضلتم به والذي يتعلق بطبيعه المجتمع ابان البعثه النبويه الشريفه ربما الجواب قد نسمعه من الكثيرين ويمكن ان يؤخذ على الكثير من تلك الاجابات على هذا التساؤل انها ان فيها شيء من التطرف اما سلبا او ايجابا هناك البعض حينما يتحدث عن المجتمع المكي ويتحدث عن قريش ربما يرفعهم الى مستويات هي اكبر من مستواهم يرفعهم كثيرا ويتحدث باسهاب وبشكل ايجابي عن واقع ذلك المجتمع ويتغافل عن السلبيات وعن المثالب وعن الامراض التي كانت سائده في ذلك المجتمع وهناك من يتحدث بطريقه اخرى بطريقه مغايره يتحدث عن ذلك المجتمع وكانه قطعه من السلبيات قطعه من السواد لا شيء فيه من الايجابيات طبعا لا الفريق الأول الذي رفع ذلك المجتمع فوق مستواه أصاب الحقيقة والواقع وليس أيضا الطرف الآخر لا. نحن الآن نريد أن نتحدث بشكل موضوعي عن ذلك المجتمع بداية ذلك المجتمع هو ينتمي ل إحدى القبائل العربية العدنانية والتي ينتهي بها النسب إلى إسماعيل النبي ابن النبي إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وهذا الانتساب لا شك ولا ريب أنه يترك أثرا على من ينتسب إلى هذا النسب الشريف وهذا النسب الرفيع هم يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في النسب هذا النسب لا بد أن يترك أثر تماما الآن إذا كان إنسان ينتمي إلى عائلة علمية نجد أن أفراد العائلة حتى ولو لم يكونوا علماء ولكن يتأثرون بالانتساب بالانتساب نعم. قريش وبهذا الانتساب فيها بعض الإيجابيات وقد تكون هذه الإيجابيات إيجابيات ذات أثر واسع وكبير عندنا بعض الصفات يكون أثرها محدود على شخص الإنسان كما لو أن الإنسان مثلاً يمارس ممارسة معينة يدخن مثلاً أثر التدخين أثر محدود وهناك بعض الأمور أثرها ينعكس على مجمل شخصية الإنسان صحيح. القرشيون كانوا يتمتعون بمجموعة من الصفات. منها انهم كانوا يتمتعون بالكرم وبالخصوص اكرام الضيف كان معروف عندهم من العادات وهذه عاده حسنه وهذه من العادات التي لها ظلال واسعه كانوا يتمتعون ايضا بالدفاع عما يعتقدون يضحون لاجل العقائد التي يعتقدونها حتى وان كانت هذه العقائد باطله كان من عاداتهم او من ملامح حياتهم انهم يتميزون بالشجاعه وبالفروسيه، كانوا فرسانا كانوا شجعانا وهذه ايضا من الصفات التي لها ظلال واسعه والتي تترك اثر على مجمل شخصيه الانسان في المقابل حينما يقال ان هذا انسان جبان الجبن ليس مجرد صفه ذات اثر محدود، نقول هذا مسكين يخاف، لا المساله اوسع من ذلك، هذا الانسان الشخص الجبان، هذا ربما في بعض المواقف يؤثر على المحيط يؤثر على المحيط وربما يتبرأ حتى من ابنائه واهله لان لان عباء لان هذا الانسان يعيش حاله من الانا، اهم شيء أن يحفظ نفسه حتى ولو ضحى بغيره العرب كانوا معروفين بالشجاعه كانوا معروفين ايضا بالوفاء بمقدار معين كانت عندهم هذه الصفه كانوا معروفين بمقدار لا باس به من الصدق وعدم الخيانه فهناك مجموعه من الصفات برعوا ايضا في فن الشعر وفي فن الخطابه كانوا يتمتعون بهذه الصفات كان عندهم بلاغه عندهم بلاغه نعم نعم هذه مجموعه من الايجابيات في المقابل هناك ايضا قائمه طويله من السلبيات اولى هذه الامور ان المجتمع المكي لم تنشا في ذلك المجتمع حضاره هو لا ينتمي الى حضاره وانما هو يعيش حاله من البداوه يعيش ضمن نظام اجتماعي غايه في البساطه لم لا يتمتع بالاطر الاجتماعيه الحضاريه المجتمع القرشي كانت من ابرز المساوئ التي كانت فيه كان يعبد الاوثان والاصنام كان مشركا وكانت عبادتهم للاصنام باعتقادهم ان هذه الاصنام تقربهم الى الله زلفى انما نعبدهم ليقربون من الله عقيدتهم أن أن الأصنام تقربهم إلى الله هم يعتقدون بوجود الله عز وجل ولكنهم يتوصلون لعبادة الله وللتقرب إلى الله عز وجل من خلال هذه الأصنام هذه, الأصنام نعم. هذه أيضا من ضمن المشاكل كانوا ينكرون المعاد لا يقرون بأن هناك قيامة وأن هناك حساب هذه من ضمن المعتقدات الفاسدة عندهم ايضا عندهم من الامور التي كانت متفشيه في ذلك المجتمع الكثير من المساوئ الاخلاقيه كالزنا واللواط وشرب الخمر والكثير من هذه المفاسد كانت منتشره في ذلك المجتمع الربا كان من الامور الذي له انتشار واسع في وسط ذلك المجتمع عندهم من ضمن المساوئ قضيه الاغاره والسلب والنهب وهذه من الصفات السلبيه التي كانت متفشيه في ذلك المجتمع بل قد تكون هذه المجموعه من السلبيات قد تغطي على جزء لا باس به من تلك الايجابيات التي ذكرناها ولكن من باب الانصاف حينما نتحدث عن هذا المجتمع لابد ان ننظر الى ذلك المجتمع نظره موضوعيه، نذكر ما فيه من صفات حسنه ونذكر ايضا ما فيه من صفات سيئة. سلبيه وسيئه. نعم آه، شيخ عباس آه، الله سبحانه وتعالى اصطفى قريش بان يكون الرساله في هذه القبيله من من بين كل القبائل العربيه الموجوده، هل لهذا نقول رمزيه معينه، هل هناك اختيار خاص لهذه القبيله لاسباب معينه، قريش من بين نعم. هذه القبائل الكثيره؟ نعم. لا شك ولا ريب ان الله سبحانه وتعالى بحكمته حينما اختار ان تكون قريش مهدا للرساله وان يكون بعض ابناء هذه القبيله رواد لحمل اعباء الرساله، لا شك ولا ريب ان هناك حكمه وان هناك اسباب. ولكن هل ان قريش تعتبر ارقى من سائر القبائل الاخرى؟ هل ان قريش تحتل مكانه بالقياس الى غيرها من القبائل الاخرى تعتبر انها متقدمه وانها متحضره ومتمدنه اكثر من القبائل العربيه الاخرى؟ طبعا لا، حينما ننظر إلى عرب اليمن عرب اليمن وهم عرب أقحاح هم متقدمون ولديهم نظام اجتماعي ولديهم امتداد حضاري وتطور عمراني وتطور عمراني واستقرار نعم. ونظم اجتماعية موجودة في, في اليمن عندنا حينما ننظر إلى عرب الغساسنة في الشام وهم مجاورين الى الروم ولا شك ولا ريب ان للروم حضاره باربه في عمق التاريخ هم متقدمون اكثر من قريش حينما نقارن القرشيين بعرب الحيره في العراق ايضا هم متقدمون اكثر من قريش باعتبار انهم تحت النفوذ الفارسي والحضاره الفارسيه التي كان لها امتداد في عمق التاريخ وغيرها من الـ من الـ من الـ من القبائل الاخرى التي ربما تتمتع بنظم اجتماعيه وتتمتع بحياه مستقره وتتمتع بالكثير من الامور التي ربما لا تكاد تكا تكون موجوده عند القرشيين فليست قريش هي متقدمه على غيرها في مثل هذه الامور وفي مثل هذا، نعم، الله سبحانه وتعالى اختار قريش اختار قريش لحكمه بالغه ولعلمه سبحانه وتعالى بان المكان المناسب لانبثاق الدعوه المحمديه هي مكه المكرمه. نعم. أه ناخذ معك أه شيخ اسباب أه اختيار قريش بالذات من بين هذه القبائل ولكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل نرجع ان شاء الله الى حوارنا معك فاصل مشاهدينا وراجعين خليكم معنا عباس كان سؤالنا قبل الفاصل عن أسباب اختيار الله سبحانه وتعالى قبيلة قريش من بين جميع القبائل اللي كانت موجودة في الجزيرة العربية وحتى في الشام والعراق نأخذ هذه الأسباب شيخ عباس نعم هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تكون سبب اختيار قريش لأن تكون مهدا ومنطلقا للرسالة المحمدية السبب الأول أن قريش ليس لها امتداد ثقافي وليس لها امتداد حضاري حتى تتعصب لتراثها. الأمم التي لها تراث فكري وثقافي وحضاري عادة ما تتعصب لتراثها. أهل مكة وقريش ما كان لهم هذا الامتداد الثقافي وما كان لهم هذا الامتداد الفكري وما كانت لهم حضارة حتى يتعصبون لها. فيكون امكانيه التغيير والتاثير عليهم اكثر هذا اولا وثانيا انهم ليسوا امتدادا لدين وعقيده الان هناك مجتمعات يكون لها امتداد عقدي امتداد ديني مثلا كاليهود والنصارى والديانات القديمه الديانات الصينيه والديانات الهنديه والفارسيه لها امتداد في عمق التاريخ هؤلاء ليس لهم هذا الامتداد وهذا السبب ايضا يجعل امكانيه التاثير عليهم اما اذا كانوا لا عندنا دين عندنا امتداد عندنا الرساله السماويه فحينئذ يصعب ان يستجيبوا لدعوه حديثه فتيه نلاحظ ان القران ربما يؤكد على هذه الحقيقه اليهود لم يقبلوا برساله عيسى عليه السلام رفضوه باي باي حجه؟ قالوا نحن عندنا موسى وعندنا كتاب وهو التوراه بل ان هذا الكلام ذكروه وواجهوا به رسول الله صلى الله عليه واله حينما جاءهم ودعاهم قالوا احنا عندنا عندنا رسول وعندنا رساله فلا نحتاج الى هذه الرساله الجديده، القرآن الكريم يشير في اكثر من آيه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، انتم كفرتم بموسى ولكن الآن حينما عرضت عليهم الرساله تذرعوا بأنهم عندهم رسالة رسالة نبي الله موسى وهم كفروا بتلك الرسالة في آية أخرى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي الرسالة المحمدية داخلهم تعالوا آمنوا بهذه الرسالة قالوا نؤمن بما أنزل علينا يقصدون بذلك موسى عليه رسالة موسى ويكفرون بما وراءه الرسالات الاخرى احنا نكفر بها، احنا عندنا رساله موسى وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل؟ يقول انتم الان اذا متدينين برساله موسى عليه السلام كيف تقتلون الانبياء؟ هل ان ايمانكم بتلك الرساله يدعوكم لقتل الانبياء؟ انتم لستم بمؤمنين ولكن حينما يريدون أن يجادلوا وأن يرفضوا هذه الرسالة يتذرعون بمثل هذه العصبيات لا إحنا عندنا دين إحنا عندنا معتقد فإذا الأمر الآخر أن القرشيين ليس لهم امتداد عقدي لا. فلذلك يسهل التأثير عليهم الأمر الآخر أن المجتمع القرشي بل ومجتمع الجزيرة العربية كان مجتمعا متهالكا وصل الى حافة الانهيار القرآن الكريم يعبر عن, عن هذه الحالة وكنتم على شفا حفرة من النار او في اية اخرى على جرف هار انتم على حافة الهاوية هذا المجتمع حينما يأتي اليه منقذ تكون عنده قابلية للاستجابة اكثر من المجتمعات المستقرة هذه مجتمعات قد انتهت مجتمعات تكاد تكون ميتة فاطمة الزهرة صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية لها بيان لحالة العرب في تلك الفترة في تلك الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله تقول صلوات الله وسلامه عليه وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الاقدام تشربون الطرق وتقتادون وتقتاتون القد والورق اذلة خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم بابي محمد اللهم صل الله على محمد هذا بيان أن واقع ذلك المجتمع، هذا مجتمع متهالك، مجتمع منتهي، مجتمع وصلت فيه النزاعات الى الى الذروه لا امن لا امان لا استقرار، الضعيف ياكل القوي ياكل الضعيف حاله من الانحدار على كل المستويات فلذلك هذا ايضا سبب لان يكون هذا المجتمع هو انسب من سائر المجتمعات الاخرى، الامر الاخير الايجابيات التي ذكرناها من قبيل الشجاعة والفروسية والكرم ومن قبيل الدفاع عن المعتقدات هذه الأمور كما بينت هي تترك آثار وظلال على شخصية الإنسان نعم. بحيث أن يكون ربما في حال في حال في حال هدايته يكون الأنسب لأن يكون أساسا ومنطلقا لهذه الدعوة المباركة. نعم. شيخ عباس أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آيات من سورة العلق وكانت مطلعها اقرأ ما هي دلالات هذه الكلمة في بدايات البعثة النبوية الشريفة نعم لعل إذا كان القرآن الكريم سورة الحمد هي فاتحة الكتاب فإن فاتحة التنزيل اقرأ الله سبحانه وتعالى اراد ان يؤسس هذا الدين على العلم والمعرفة أراد لهذا الدين وللمتدينين, وللمتدينين به ان يكون ذلك انطلاقا من علم ومن معرفة ومن وعي الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يكون الانسان المؤمن جاهلا فلذلك اسس وفي الانطلاقه الاولى لهذا الدين اسس للعلم وحث على اهم ادوات العلم وهي القراءه والكتابه طبعا نحن لا نحصر كلمه اقرا الان هي القراءه المدونه لان احيانا الانسان يقرا شيء مدون وتاره الانسان تاره اخرى يقرا شيء غير مدون شيء من محفوظاته كما لو قلت مثلا لاخر اقرا سوره الحمد هذا لا يقراها في صحيفه او في كتاب او في مصحف وانما يقرا من محفوظاته فالقران الكريم والرساله المحمديه التي انطلقت من هذا المنطلق وكانت بدايتها التاكيد على العلم وعلى المعرفه هذا يعني ان هذه الرساله يفترض ان يتوجه المسلمون ويتنبهوا الى طبيعه هذه الرساله تعلمون ان العالم ربما يجهل ان البيان الاول الذي نزل به الوحي على قلب رسول الله هي كلمه اقرا واعتقد ان لو المجتمعات المتقدمه والمتطوره انتبهت الى هذه الحقيقه لالتفتت لا الى عظمه وانتبهت الى عظمه هذا الدين. لو عرفوا ان اول بيان لهذه الرساله السماويه هي اقرا وحث على التعلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم هذا الكلام في ذلك الزمن وفي تلك الفتره الزمنيه فتره الاميه تعلمون ان في تلك الفتره يقال ان مكه فيها سبعة عشر رجل يحسنون القراءة والكتابة وفي المدينة أحد عشر رجل يحسن القراءة والكتابة ولكن حينما نزلت هذه الرسالة انطلقت من منطلق العلم ومن منطلق الاهتمام بهذا الأمر المجتمعات الأخرى حتى في زمن القرون الوسطى التي غزت أوروبا كانت الحرب تدور بين العلم والدين هم يحتفظون بهذه الصورة المجتمعات المتقدمة المجتمعات الغربية يحتفظون بصورة النزاع الذي دار لقرون بين العلم والدين يتذكرون تلك المحاكم محاكم التفتيش وتلك المحاكمات التي أجريت للعلماء من قبل الكنيسة ومن قبل رجال الدين فلذلك هذا الدين في الواقع علينا أن نتنبه إلى أن أساسه العلم ونجد أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين مكانة العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما فلذلك يفترض بهذه الأمة أن تتوجه إلى هذا المعنى الكبير وتتوجه الى هذه الانطلاقه التي اسست لهذا الدين في انطلاقته الاولى. نعم. شيخ عباس ما هي اهم الصفات والخصائص التي مكنت الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم من النهوض باعباء البعثه النبويه وايصالها الى البشريه بهذا الشكل؟ نعم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله جاء على حين فترة يعني هناك فترة من الرسل أي فترة انقطاع كان بين رسالته ورسالة عيسى عليه السلام قرابة مئة وتسعة وستين سنة وهذه فاصلة طويلة ما كان في تلك المجتمعات لم يكن هناك نبي ولم يكن هناك رسول فهذه الفترة وهذه المدة التي تعبّر عنها بالفترة أي فترة الانقطاع هذه لا شك ولا ريب امتدت طويلاً إلى سنة ستمئة وعشرة ميلادي ستمئة وعشرة هو تاريخ انطلاقة المبعث النبوي ولا شك ولا ريب أنه من الصعوبة بمكان أن تبشر بهذه الدعوة. وأن تقول للناس أن الوحي قد نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك حينما رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ بهذا الأمر واجهوه بكل قوة لا. وأنكروا ما جاء به واتهموه بمختلف التهم وحاربوه وهناك فعلا إعجاز أن رسول الله كيف تمكن من تبليغ دعوته لا ننسى ان الله سبحانه وتعالى قد اهل رسول الله صلى الله عليه واله بمؤهلات خارقه. هناك البعض يتصور بان رسول الله نزل عليه الوحي فجاه وامره بالتبليغ. لا القضيه اكبر واعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يرس لا يرسل رسولا الا بعد ان يهيئه لذلك ان يكون مهيئ يعني في ابسط الامور الان حينما تريد ان تبعث سفيرا لابد ان يهيئ صحيح لابد ان يكون هناك احاطه لهذا الانسان بكيفيه التعامل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد هياته السماء كما كما ان هذا الامر كان لسائر الانبياء الله سبحانه وتعالى يقول عن موسى واصطنعتك لنفسي انت مهيئ الله سبحانه وتعالى اختارك واصطنعك لان تكون رسولا لله عز وجل. فلذلك لا نتصور ان رسول الله صلى الله عليه واله خاض هذا الامر دون ان تكون هناك مؤهلات. وفي ايه اخرى ولتصنع على عيني اي ان هناك عنايه الهيه بالانبياء وبالرسل وهناك تاهيل فرسول الله صلى الله عليه واله قد اهلته السماء. رسول الله في نهاية العقد الثلاثين من عمره كان رسول الله صلى الله عليه واله له حالات له اتصال بالوحي عن طريق الالهام وعن طريق ما يقذف في روعه وما يراه في المنام ونحن نعلم ان رؤيا الانبياء رؤيا صادقه بل هي جزء من الوحي وجزء من النبوه فرسول الله قبل ان يبعث كانت هذه الامور وكانت هذه العنايه السماويه كانت ممتده للاعتناء برسول الله صلى الله عليه واله بل ان رسول الله صلى الله عليه واله كان لمده طويله كان ينقطع عن الدنيا وينقطع عن الماديات وينقطع حتى عن المجتمع كان يذهب الى غار حراء الذي يقع في الشمال الشرقي من مكة وهو عبارة عن كهف وينقطع لمدة طويلة يتعبد الله عز وجل ويتهجد في ذلك, في ذلك المكان المنقطع عن البشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مهيأ بمثل هذه الأمور كان مهيأ نفسيا كان مهيأ سلوكيا قريش تتعامل معه على أنه الصادق الأمين بما لهم المواصفات بل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل عقلية فذة وعقلية قيادية تستحق في الواقع من مراكز الدراسة أن تدرس مستوى هذه الشخصية ومستوى هذه العقلية حينما دعا بعض الصحابة أو دعا صحابته للهجرة لماذا اختار الحبشه لان يكون مكانا لهجره هؤلاء الصحابه لماذا لم يختار بعض القبائل العربيه لماذا لم يختار بعض الاماكن المجاوره اختار الحبشه البلاد البعيده البلاد التي يصلون اليها عبر ركوب البحر البلاد التي ليست عربيه البلاد التي لا تشترك معك في دين ولكنه يختار الحبشه حينما يدرس هذا الامر يتبين لك عظمه رسول الله صلى الله عليه واله وسعه هذه العقليه وعبقريه هذه العقليه كيف انه اختار هذا المكان ابتعد عن نفوذ الروم وابتعد عن نفوذ الفرس وتوجه الى تلك البلاد وقال ان فيها ان فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده احد وانها ارض صدق فرسول الله صلى الله عليه واله كان يحمل هذه الملكات الكثيره التي اهلته لان يخلق الحياه في ذلك المجتمع الميت. نعم. أه شيخ عباس الجابر أه نشكرك جدا على هذه الفقره اللي قضيناها معاك نتكلم فيها عن البعثه النبويه الشريفه، اذا في كلمه اخيره حاب تقولها في نهايه هذا اللقاء. نعم. اود ان ابين خصوصا ل هذا الجيل جيل الشباب عليهم ان يتوجهوا الى تلك العظمه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله عليهم ان يدرسوا هذه الشخصيه عليهم ان يتوجهوا الى كتاب الله عز وجل هذا الكتاب الذي هو في الواقع عنوان كل انسان مسلم، شرف كل انسان مسلم قيمه كل انسان مسلم بهذا التراث هذا التراث لم يكن كما يظن البعض أنه جاء بلغة فصيحة وببلاغة وانتهى الأمر مضافا إلى ذلك نعم أنه كان كنزا في الفصاحة والبلاغة هذا القرآن فيه الكنوز وفيه المعارف وفيه الأمور التي لو اطلع عليها الآخرون لوقفوا لو إجلالا وإكبارا لعظمة هذه الرسالة فعلينا أن نواصل المسير وعلينا أن نتفهم وأن نستوعب عظمة الرسالة المحمدية نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الذكرى الشريفة أن ينقذ هذه الأمة بمنقدها بمنقذها النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلينا أن نستنى بسنته وسنة أهل بيته صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين كل الشكر لك نشكر الشكر الجزيل شيخ عباس الجابر إمام وخطيب مسجد الإمام الباقر على هذه الفقرة ونتمنى بإذن الله تعود علينا هذه الذكرى دائما واحنا بخير وسلام الأمة الإسلامية جميعا نشكره الله جدا مش مشاهدين انتهت هذه الفقرة ونروح مع الفقرة الثانية ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.